الحزن المؤجل، أو ما يعرف بـ delayed grief، هو مفهوم نفسي يعكس جانباً عميقاً من تجربة الإنسان. يتجلى هذا المصطلح في قدرة الأفراد على كتمان مشاعر الحزن والألم بعد تعرضهم لتجارب مؤلمة. في هذه اللحظات، يحاول الشخص أن يظهر بمظهر قوي وصامد، معتقداً أن ذلك قد يساعده في مواجهة تحديات الحياة. بينما قد يبدو هذا السلوك مبرراً أحياناً، إلا أنه يؤدي إلى تراكم مشاعر الحزن في الداخل. قد يتحلى الشخص بالقدرة على مواجهة المواقف اليومية دون أن يعبر عن مشاعره الحقيقية، لكنه في الحقيقة يزرع بذور الألم داخل نفسه. هذا الألم الذي يكتم قد يظهر فجأة في حالات معينة، مما يؤدي إلى البكاء الشديد على أمور قد تعتبر تافهة أو بسيطة. تجربة الحزن المؤجل يمكن أن تكون مربكة. قد يشتكي الشخص من شعور غير مبرر بالحزن أو الضيق في وقت غير متوقع، ليكتشف أن هذا الشعور هو في الحقيقة تراكم لحزن لم يعبر عنه مسبقاً. لذلك هناك أهمية كبيرة لتقبل مشاعر الحزن في أوقاتها الطبيعية وعدم دفعها بعيداً. التعرف على الحزن كجزء من التجربة الإنسانية هو جزء أساسي من عملية الشفاء. البكاء والألم ليس علامات على الضعف، بل هما تعبيرات عن إنسانيتنا. في الواقع يمكن أن يمثلان نعمة، حيث يعكسان صفحة من الصفحات التي نحتاج أن نتخطاها لنبدأ من جديد. تجنب تأجيل الألم والحزن يمكن أن يساهم في التعامل معه بطريقة أكثر صحة، مما يؤدي إلى الشفاء الداخلي. لذا علينا أن نتقبل مشاعر الحزن، ونعطي أنفسنا الإذن للبكاء عندما نشعر بالحاجة إلى ذلك. إن التعرف على تلك المشاعر المنسية والعمل على الإفصاح عنها في الوقت المناسب يمكن أن يكون خطوة قوية نحو التعافي. لا تؤجل ألمك أو حزنك، بل احتفل بإنسانيتك، وتقبل أن التعبير عن مشاعرنا هو علامة على القوة.